بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبوا بسم الله كده وتوكلوا على الله. بسم الله توكلنا على الله. الفصل التاسع في الجزء الثاني من قصة الأيام. هذا الفصل يحكي لنا تفصيل فرحة الصبي بقدوم ابن خالته. فإن كان في الفصل الثامن قد أجمل ووصف الفرحة، فهو الآن يفصل لنا مظاهر أو يفصل لنا لماذا كان هو فرحا وكيف تغيرت حياته. يمكن آخر كلمة في الفصل السابع كانت هي تغيرت حياة الصبي تماما. كيف تغيرت هذه الحياة؟ يبدأ تحصين هذا الفصل بالتغيرات المادية والعقلية والحركية التي حدثت للصبي. أيسر هذه التغيرات أنه لم يعد مضطرا أن يذهب إلى درس الفجر، فقد كان يذهب إلى درس الفجر فقط لأن أخاه يجب أن يذهب معه مبكرا. أخوه كان عنده حصة بدري زي ما بنقول، فما كانش معقول أن أخوه هيروح الأزهر يحضر حصته وبعدين يسيبه نايم يرجع له وياخد، فكان بياخده معاه بالمرة، وكان بالتالي يقوم بدري ويهدر ساعة ولا اتنين انتظار في الأزهر لغاية ما يحين حصة الفقه بتاعته. فلذلك ده أول راحة الصبي شعر به. تاني حاجة، هجر مكانه المستديم في الغرفة. ايه المكان المستديم بتاعه؟ الحصيرة اللي على الشمال وانت داخل اللي على الأرض. لم يعد مضطرا أن يلازم هذا المكان، بل كان عندما يعود هو وابن خالته من الأزهر كان يترك عباءته في الداخل ثم يخرج هو وابن خالته يجلسان أمام الغرفة حتى أنهما كان يقطعان الطريق على المر. ماذا يفعلان؟ يتحدثان، يقرآن، يعني يفضلوا يجيبوا في سيرة الناس لما بيقولوا يقرآن. ماذا؟ كان ابن خالته يقرأ عليه، يقرأ عليه كتبا يفهم بعضها ولا يفهم البعض الآخر، بس يقرأ معرفة كتير. وكان ابن خالته يرى أشياء فيصفها لطه حسين وطه حسين يفسرها له، أو أن طه حسين يسمع أشياء ولا يعرف حقيقتها فيفسرها له ابن خالته، وبالتالي اتسعت معرفة الصبي بالربع. إذن كمان لم يعد مضطرا أن يعود بعد درس الضحى، بل كان في مقدوره أن يلف على المساجد المجاورة، حتى أنه استثقل شيئا من العلم. يعني بدأ يستثقل العلم ليه؟ لأنه كان عايز أوقات فراغ لما قالها بالفصل السابع. المهم أنه كان بيلف على المساجد، يعني صاع بقى، يعني الواد بقى إيه بقى إيه بدأ يلف ويصيع بقى بعد الإيه؟ بعد الدراسة يعني. يبقى مجال الحركة بتاعته اتسع، مجال الحركة بتاعته اتسع، ومجال المعرفة بتاعته كتر وبقى يعرف أكتر، وبالفعل تغيرت حياة الصبي. اتعود عادة هو وابن خالته الطريق بقى نمسك هو الأول قبل العادة دي. هو كانت حياة الصبي كم طور زي ما احنا حافظين؟ ثلاث أطوار: الغرفة، الطريق، الأزهر. طب لما رجع ابن خالته ما زال أحسن الأطوار إليه هو الأزهر، لأنه كان بيقضي فيه أحسن الأوقات وبيمتع فيه عقله بالعلم كما قلنا، لأنه بيحب العلم زي ما احنا عارفين. إذن رغم مجيء ابن خالته واتساع حركة الصبي، إلا أنه ما زال طور الأزهر أحب الأطوار إلى نفسه. طيب، عندما كان يخرجان من بعد الأزهر أو قبل الأزهر يسلكان الطريق، مش كده؟ هذا الطريق كان عندما إيه حالته هو ماشي في الطريق؟ المقارنة بقى، أنا ممكن أخبطك سؤال مقارنة هنا، انتبه. مقارنة ما بين حالة الصبي وهو ماشي مع أخوه في الفصل الأول مضطرب الخطى، تمتلئ نفسه بالاضطراب والتشتت وخجل من أن خطواته لا تناسب خطوات أخيه، إلى المشي مع ابن خالته براحته، بقى ماشي براحته وعلى مهله، وابن خالته ماشي معاه ما بيسبقوش. كمان ما كانش مضطر يمشي من حارة الوطويت القذرة اللي هي الحارة اللي كان بيشتد فيها رائحة القمامة عند الظهر مع اشتداد الشمس، فما كانش مضطر، بل سلكوا طريقا آخر ومؤدي برضو طريق الحسين العام، لكن ما عادش مضطر يمشي في الحارة دي. إذن اختلفت نفسية الصبي في الطريق، سلك طريقا جديدا نظيفا بعيدا عن تلك القذارة. غير ذلك لم يعد يشعر بما كان يشعره من خجل واضطراب أثناء المشي مع أخيه. بالفعل تغيرت حياته تماما. لما كانوا يعدوا على مسجد سيدنا الحسين كانوا يعملوا إيه؟ يدخل ويقرأ الفتح. هو بيقول حتى بيستعجب انه هو تعود العاده دي من مين؟ من ابن خالته. هو ما كانش بيعملها اصلا. ليه؟ ما كانش بيروح حته اصلا. طب
طب هو تحسن واضح انه راضي عن العادة دي؟ لا لا، هو لك انا ما اعرفش ليه اصلا، انا بقرا فتحة ليه اصلا؟ يعني هو الراجل منطقي اه بقرا وخلاص زي الناس، زي ما انت كده الناس بتشوفهم. يعني انت بتعرف تقرا الفتحة ليه عند الاموات؟ هل انت سألت نفسك ده صح ولا غلط؟ على فكرة ده غلط، مش من السنة اصلا انك لما تمر على قبر تقرا الفاتحة، ليس من السنة. سنة سيدنا النبي، مش احنا بنقلد سيدنا النبي، سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعدي على مقابر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عباد الله الصالحين، انتم السابقون ونحن بكم ان شاء الله لاحقون، اللهم صل على محمد. يعني انت لما مطالب عليه الصلاة والسلام، يعني انت مطالب لما تعدي على قبر تعمل ايه؟ تقول كده وتصلي على مين؟ على سيدنا محمد. الفقهاء يقول لك ليه بتصلي على محمد؟ لان الصلاه على محمد تستنزل الرحمه. ربنا قال من صلى، الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه صلى الله عليه عشرا، وصلاه الله رحمه. اذا وانت في المقابر بتصلي على النبي، انت بتستنزل عليك الرحمه، وعلى مين؟ وعلى الاموات. المهم انه بعدها بقى بيعملوا ايه بقى في الطريق بقى؟ بياكلوا. هو طبعا كان معاهم قرش، المصروف بقى الماديه بقى، المتعه الماديه اللي كانوا يعملوا، كان اخوه بيسيب لهم قرش. القرش ده كانوا يقسموه او يخلوه 4/4، يعني بيعملوا الملاليم. القرش ده بقى يفطروا منه العيش والفول النبت، مش كده، وبعض الخضره، وبعدين يحلوا في الطريق اما بالهريسه اما بالبسبوسه اما بالتين المرطب اما البليله. والبليله دي كان لها قصه معاه شويه، كان بيحب البليله ليه؟ عشان كان بياكلها في الريف، عشان كان طعمها مسكر، وعشان كانت بتذهب عنه الكسل وتجعله مقبلا على العلم. يبقى دي الاطعمه اللي كانوا بياكلوها في الطريق، فكان في لذه في متعه. طب بعد ان يرضوا حاجتهم الجسديه يذهبون الى الازهر ليرضوا حاجتهم العقليه. ازاي؟ بحضور درس الفقه، مش كده؟ شو كان عنده درسين اساسيين يا جماعه عشان نفهم الجدول الراجل، الفقه والنحو. كان لازم يتعلمهم دول اساسيين عشان يعدي للمرحله اللي بعدها، الفقه والنحو. طب هو كان بيتعلم الفقه والنحو على قد مين؟ فاكر صاحب الفرجيه، الرجل الجديد المحافظ المجدد المحافظ اللي هو كان بيشرح لهم كتاب مراقي الفلاح على نور الايضاح عشان الفقه، ولكن في غير كتاب، وما كانش بيشرح كتاب، هو كان بيامرهم ان هم قالوا ايه؟ يدونوا ملاحظات ومذكرات وراه، بس نفس الموضوعات اللي في مراقي الفلاح على نور الايضاح. وشرح لهم النحو ايضا بطريقه مين؟ طريقه حديثه، الاسم والفعل والحرف، ولم يلتزم بشرح ايه؟ الكفراوي للطريقه. ولكن وجد الصبي من يشرح النحو بطريقه تقليديه قديمه، فحثه اخوه على ان يحضر هذه الطريقه ايضا اللي هو شرح الكفراوي. مين اللي كان بيشرح بقى النحو؟ على فكره الازهر طبيعته عشان تفهم برضه حلقات، انت تقعد في الحلقه اللي انت عايزها، المهم لما تيجي تمتحن تنجح. يعني الحلقه دي واحد بيشرح النحو بطريقه صاحب الفرجيه، ما هو بقى عالم في الازهر، يعني له عمود وله مكان وله طلبه وله اجازه، يعني يمنحك اجازه، يمنحك شهاده. فالحلقه دي يقعد جنبها فلان، طبعا ممكن تلاقي النحو بتشرح بطريقه ثانيه، من ودي حريه بقى. الحلو فيها كانت حريه تعلم، انت بتقعد بالطريقه الايه اللي تعجبك، ما فيش حاجه مفروضه عليك، المهم لما تيجي تمتحن تنجح. المهم في الراجل ده كان في راجل عجوز يسميه الجديد القديم، مش المجدد المحافظ، اسمه الجديد الايه القديم. جديد في ايه؟ جديد في الصله بالازهر من ناحيه الشهاده في العلوم، يعني اللي هو جديد في الاستاذيه، يعني جديد في الحصول على العالميه، لكن قديم في الصله بالازهر من ناحيه الطالب. قعد طالب في الازهر لغايه ما شاب، لغايه ما بقى عنده 55 سنه، الراجل عجوز، خد العالميه. كان صاحب الفرجيه كان متميز، خد العالميه وعنده كام سنه؟ 40. الراجل ده واضح انه تقدم بيه السن، وكان راجل ايه بقى؟ راجل غريب. هو تحسن بيقول لك انا كنت بحضر عادي، صاحب الفرجيه ده كان لازم احضر له بجديه، انما الراجل ده حضر له مره واحده ادمن. ليه بقى؟ اولا بيغني مش بيشرح. يعني ايه؟ انت عارف ان الشرح الكفراوي ده عباره عن ايه؟ عباره عن نصوص نحو يحفظها الطالب من خلال التكرار والاعراب. تلاقي الطالب يفضل يعرب 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 لغايه ما الطالب يبدا ايه؟ يعرب معاه. انت عارف اللي هو بيقلد؟ زي مثلا الطالب يفضل يقعد جنب واحد بيلحن بيلحن لغايه ما يبدا هو ايه؟ يلحن. فكان يقصد عشان الطلبه تحفظ بسرعه، كان يعمل ايه بقى؟ يغني المتن، المتن يعني النص، ويعرب اعراب متصل. يعني امسك صفحه كده، صفحه ايه ده بالثلاث اربع صفحات، يعني نص ساعه عمال يعرب متصل. طبعا حاجه مبهره. طبعا الصبي سمع الغناء، الغناء اللي بيغنيه الشيخ ده غناء يخليك تلهو كده بالعلم، العلم يعني، بالاضافه الى الاعراب الطويل المتصل، بالاضافه الى انه اول حاجه اسمها التسع اعاريب لبسم الله الرحمن الرحيم. يعني بسم الله الرحمن الرحيم دي بتعرب بتسع طرق وكلهم صح. شوف بقى المنطق ده. فطبعا الصبي اعجب بهذه الطريقه، غير بقى ان الشيخ نفسه كان مضحك جدا. اولا كان عنيف عصبي بيقرا في عنف، يعني عارف بقول لك ايه؟ بيقرا بعنف كده، بعصبيه كده. ثانيا
لو حد سأله في حاجة. يا لهو، يبقى أمه داعي عليه لو حد سأله في حاجة. أول حاجة، حتى لو حاجة عادية، حاجة بس سأله كده يوم شتم. أول حاجة طار حتى لو سؤال عادي يشتمه، وعنيف عصبي جدا. لو ألح الطالب في السؤال، لو جنبه يضربه، ولو بعيد وجايب الجزمة حدف عليه. حاجة غريبة، بني آدم غريب. تحسب لك الجزمة بتاعتك هتبقى مليانة مسامير كمان، فلو جت في وشه هتحوره. ده غير كده بقى، عمك اللي بيشرح شرح الكفراوي ده، الراجل ده اللي واسم الجديد القديم، ما تنساهوش. الراجل ده كان بيتكلم باللغة الصعيدية، يعني يقول لك يعني كلمة بقول لك ايه، بقول لك بص يعني جيم. فطبعا بالله عليك انت لو شفت الراجل الانتيكة ده لازم تعود له. والله حتى مش عايز افهم نحو، اعود له شوف يعمل ايه ده. فكان بيحضر درسه القديم، يحضر درسه القديم بجدية، انما في درسه الجديد بتاع الكفراوي كان يحضره يلهو بالنحو، يلهو بيه. ده كمان طه حسين لما هيرجع حتى بس كده معلش غريبة شوية، لما هيرجع بلده ياخد اجازه ويرجع تاني هيكون صاحب الفرجيه ده مش عارف راح فين. هو قال لك ما لقناهوش، ما نعرفش فين يعني. فهيحضر حلقه تانيه حاجه اسمها شرح حاشيه العطار في النحو، حاجه كتاب كتاب كتاب. واحد تالت بيشرح النحو بطريقه اسمها على حاشيه العطار، اسمها كده، اسم كده. يبقى طه حسين درس النحو كم مره؟ صاحب الفرجيه والشرح الكفراوي وحاشيه العطار، لانه كان بيعشق النحو. طه حسين هو كده، لو تشوف القصه الحقيقيه بتاعته بيحب النحو. فطه حسين المهم بيعشق النحو. فدي الثلاث كتب اتعلم، شكرا له، ثلاث كتب اتعلم منها النحو. طب والفقه؟ الفقه برضه اتعلم بطريقتين، طريقه صاحبنا صاحب الفرجيه اللي هو بتاعت مراقي الفلاح على نور الايضاح، وكمان اتعلم حاجه اسمها ايه؟ شرح الكنز على الطائي، اللي هو بتاعت شرح الطائي على الكنز، عفوا، بتاع كتاب في الفقه كده برضه خده. يبقى درس الفقه كم مره؟ مرتين، كتاب مراقي الفلاح على نور الايضاح، والثاني كتاب ايه؟ شرح الطائي على الايه؟ على الكنز. اسماء نحفظها زي ما هي كده. طب والنحو؟ ها؟ الكفراوي وحاشيه العطار، بالاضافه الى طريقه صاحب الايه؟ الفرجيه. كانوا بيحضروا الفقه والنحو، وكانوا يعني بيستمتعوا بهذا العلم هو وابن خالته. وكون بقى عملوا حاجه غريبه جدا، اضافوا حاجه غريبه جدا. هم كانوا بيروحوا الظهر بعد ما يخلصوا الدروس ديت، فقالوا لبعض ايه؟ المغرب بيبقوا فاضيين. طب يعملوا ايه؟ قالوا تعالوا نروح نحضر درس المنطق. مع ان هم ما عندهمش منطق في السنه دي اصلا، في السنه التمهيديه ما فيش منطق اصلا، المنطق ده للكبار فقط. بس هم كانوا بيروحوا درس المنطق ليه؟ حتى يقال انهم يحضرون المنطق، فاهم يعني نوع من الوجاهه يعني، نوع من الشطاره يعني، اختياري، كانوا بيحضروا اختياري. المنطق ده ماده الرياضه عقليه. فهم كانوا بيحضروا لمين بقى؟ رجل عجيب جدا. رجل برضه صعيدي. تقدم للامتحان عشرات المرات وفشل. تقدم للامتحان عشرات المرات وفشل. فكان يتقدم نوع من المكابرة، رغم انهم بيسقطوه يتقدم، سقطوه يتقدم، ومع ذلك كل مرة يفشل. عمل ايه بقى لما اخر مزيق بقى؟ حب يغيظ اللجنة اللي بتسقطه، العلماء اللي بيسقطوه، قام عامل ايه؟ شرح بالدراع بقى، قعد في الازهر، قعد يلم العيال حواليه. اقسم بالله العظيم عمل كده، راجل عجيب جدا. قال لم العيال حواليه، تعالوا انت هو شرحه في الهوى، لانه لا يعتمد يعني، هو ما يعني العلماء المعتمدين في الازهر هم دول اللي يدوا شهاده، لكن هو خليه يشرح الصبح. وبعد ده مسجد، ما حدش يقدر حد يقول انت بتعمل مسجد واسع. فكان يجمع الاولاد حواليه يبدا يشرح لهم المنطق، إغاظة لمن؟ للعلماء. فكان العلماء يعني ينظرون اليه بنوع من الغضب الشديد انه يفعل ذلك، ونوع برضه من الاشفاق بالنسبه لي، ده مخه تعبان يعني، ده اكيد مخه تعبان. فكانوا يحضروا له. طب ما راي الصبيلي في هذا الرجل؟ اولا كان برضه صاحب المنطق ده كان راجل عجيب برضه، لهجته صعيدي، ولكنه فعلا لم يكن قويا في المنطق، وكان على المبتدئ، المبتدئ الولد المبتدئ كان يستطيع ان يلحظ الاخطاء في كلامه. اذا فعلا كان لهم حق ان هم ما يدلوش ايه؟ العالميه. بالاضافه الى انه لم يكن يهجم على الماده هجوم المتمكنين منها. يعني في مواد يا جماعه زي المنطق والرياضه والفيزياء، ما ينفعش اخش على الماده وانا كسلان ولا انا تعبان ولا انا مشغول، ده فيزياء، ده كيمياء، ده رياضه، يعني لازم يكون سينيو حاضر. لكن طبعا تخش مرخرخ بقى كده تلاقي الماده صدمتك تقوم قايل بس انك غبي بجد، بتخش بنفسيه غريبه. لا في فرق يعني، بالله عليك اظن في فرق ما بين مذاكره قصيده
ومذاكرة فيزياء. أكيد في فرق. فما ينفعش النفسية اللي أنا بذاكر فيها الفيزياء لازم أخش لها نوع من يعني أستعد شوية. إن أنا أرفع درجة اهتمامي شوية. لا ده أنا مش داخل أذاكر فيه الطلبة تعودت تذاكر بطريقة معينة. فعايز أذاكر بالطريقة دي كل المواد. لا في مادة بتختلف عن مادة، مادة عقلية غير مادة نظرية، مادة عايزة حفظ، مادة عايزة فهم. أبقى مرن كده، أبقى أخلي مخي مرن كده. وبعدين في مواد أفضل بتاع نص ساعة مش فاهم حاجة، وفجأة أفهم كل حاجة. أي في لحظة الفهم سبحان الله. يا اصبر على نفسك. لكن أنتوا إيه؟ فتحت أول كلمتين مش فاهم؟ والله ماني فاهم حاجة. أو اعتمادا على المدرس. إيه اللي بيحصل؟ برضه دي من الحاجات برضه أقسم بالله هي حاجة استطراد كده، بس هو استطراد واجب يعني. إيه اللي حصل؟ يبقى مثلا دايما بالذات بتوع الطلبة اللي هي عايزة بقى تعمل حاجة، ما ينفعش ابص لحاجه كده مش فاهمها الاستاذ هيفهمها لي، بعدين الثانيه مش فاهمها الاستاذ هيفهمها لي، مش فاهمها الاستاذ هيفهمها لي، لو قفل بتاعها الاستاذ هيفهمها لي. خلاص هو عمل اللي عليه، هو عمل اللي عليه خلاص الاستاذ هيفهمها لي. يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي، الاصل انك انت اللي تفهم، ده الاصل. لما تستعصي عليك المساله قوي تروح للاستاذ بكلمتين هتفهم، لان الاستاذ عارف يعمل ايه. لكن لو انت رايح لمرخرف ومستني ومعتمد على الاستاذ يفهمك كل حاجه، والله لو الاستاذ ده ملك من السماء ما تفهم حاجه. ما انت اصلا ما بذلتش مجهود اصلا. يعني لما بتبقى يعني مساله رياضه مثلا انت طلع عينك فيها مش عارف تحلها، ويجي الاستاذ راح حللها على السبورة، تعمل كده خلاص ما انت خلاص مش محتاج تذاكرها ثاني خلاص. ليه؟ انت حاولت مرارا وتكرارا لغايه ما انت خلاص بقى فنفسك تعرف الحل. فلما اول كلمه نفسك تعرف الحل ديت اول ما الاستاذ يقول الحل هيثبت. انت مش نفسك تعرف الحل، انت نفسك مقفوله من الحل اصلا. فهتعمل ايه يا جماعه؟ اذا تحصل اللي فكرني بالكلام ده اللي هي يهجم على الماده، اللي هو ايه؟ هجوم الـ 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 يعني ايه المصر على الفهم زي ما بيقول. فلم يكن يهجم على الماده. المهم في حته كده نسيت اقولها معلش. صح الراجل بتاع الكفراوي اللي بيضرب العيال بالجزمه ده، طه حسين بيوصف صوته بطريقه غريبه. صوته بقول لك كان صوته عجيبا، كأن صوته يهبط من رأسه لا يخرج من صدره. الفرق الرأس مسمطة، الصدر مجوف. فالصوت اللي بيجي من مكان مجوف غير الصوت اللي بيجي من مكان مصمت. مصمت يعني ما فيهوش مكان، مش كده؟ يعني مكتوم من الآخر. صوته ايه؟ مكتوم. ورغم ان صوته مكتوم كده الا انه ممتد وعريض، يعني بيمتد. هو طبعا على فكره مهما عملت مش هتفهم طه حسين عايز يقول ايه الا لما تسمع صوت. فهمت المعنى؟ بس هو حاول يوصفه يعني. المهم اللي وصف صوته بانه ايه؟ يهبط من راسه لا يصعد من صدره، مكتوم ورغم ذلك ممتد ايه؟ عريض. المهم الراجل بتاع المنطق ده اللي كان بيقرا باللهجه الصعيدي ده كانوا هم حضروا له شويه، وبعدين جت اجازه الصيف. فطه حسين ما كانش عايز يرجع الريف. ايه ده حاجه؟ يلا يا عم عشان تسافر، انت تسافر كمان اسبوع خلاص ترجع البلد. أظن هو ما كانش يعني هو قال يعني أظهر شيئا من أنه لا يريد العودة إلى الريف. كان صادقا في هذا الشعور متكلفا فيه، يعني صادقا متكلفا. هو فعلا بيحب القاهرة وبيحب الأزهر وبيحب العلم، ده صادق فيه. لكن في جزء كان بيترسم بيه يعني. أخوه كان ساعات يأجل سفره للريف. يعني استنوه مثلا في شهر مايو ما يجيش، استنوه في شهر يوليو مش عارف ما يجيش، يقعد شهرين مأجل الأجازة بتاعته. فكان الأسرة كلها تقعد تمدح في أخوه، بقى شفتوا الواد مموت نفسه في العلم، الواد مش عارف إيه، الواد إيه، الواد إيه. فهو كان نفسه يتأخر عليهم شوية عشان يقولوا إيه برضه؟ على طه حسين بقى، يقول إيه برضه؟ إن مموت نفسه في العلم زي أخوه، هو عايز يتقال عليه اللي متقال على أخوه، هو صادق في تجربة. لكن يبقى هو كان صادق في إنه بيحب الأزهر والقاهرة، لكن متكلف أنه يريد أن يتصاقل شيئاً ما حتى يقال عنه ما قيل عن أخي، لكن طبعاً لم يكن له اختيار في الأمر. هو كان لازم يرجع. فإذا به يجد نفسه هو وابن خالته فين؟ في القطار. يلا يا عم يلا عشان نروح. في القطار جلس. ما هي إلا محطة أو محطتين حتى نسي القاهرة ونسي الأزهر وتذكر النعيم الذي ينتظره فين؟ في الريف، من أكل كويس بقى والأهل. وكان متصور إيه بقى؟ إن البلد كلها تطلع تستقبله بقى زي أخوه. يعني القطر بقى المحطة، رحمة لأش بني آدم على المحطة ولا حتى عبره. ما هو كان رايح بالوجاهة دي، هو كان نفسه يروح الأزهر ليه؟ عشان لما يرجع يبقى له إيه؟ وجاهة في البلد. ما هو ده الفصل العاشر بقى.
اللي هو ما حدش عبره بقى ويبدا ايه يعلن تمرده وكده. الفصل 10 ظريف يعني. المهم ان ده الفصل التاسع بيتكلم عن التغيرات اللي حصلت في حياه الصبي، التغيرات الماديه والتغيرات العقليه. واضح انه كان بيدرس كام حاجه، ها، الفقه والنحو، واضاف لهم الايه المنطق كنوع من انواع الايه من انواع الرفاهيه او الوجاهه الاجتماعيه كده. الفصل التاسع تم بحمد الله.